اول مره ليا اركب الجامبو. ده الجامبو نورت بحضرتك يا حبيبتي، منوره بيكي يا ست فايزه. قولي بقى تسمعي ايه وانت على الطريق؟ تسمعي مزيكا ايه؟ اغاني ايه؟ تسمعي القران؟ قران بس بدايه الصباح كده وخلاص. لما تكوني عايزه تسمعي اغاني تسمعي. لا ما بنحبش ازعاج الطريق. تفضلي مشغله القران بيهديكي. طبعا اكيد. الله الله. الطرق يعني بقيتي عارفه كل طريق بياخد وقت قد ايه؟ عارفه جماعة الطرق يعني بالنسبه للشغل، لان انا كده يعتبر شغله كله محصور في محافظه البحيره. ايوه ماشي. والعمريه واسكندريه والحتت دي. الطرق دلوقتي بقت احسن؟ الطرق دلوقتي يا جميل بقت احسن واريح اكيد. طبعا خدمات دلوقتي بتاع النقل اللي احنا بنمشي عليه دلوقتي بقى وضع تاني. صحيح اتغير. انت بقالك كتير في الشغلانه فحسب الفرق. انا حاضر، انا حاضر الصحراء وهو حارتين اتنين. كل اتجاه حارتين اتنين. دلوقتي ما شاء الله حاجه عظيمه يعني. حاجه مريحه وعظيمه. اكيد. قولي لي وانت على الطريق بتصحصحي ازاي؟ يعني ايه اللي بيصحصحك؟ تسمعي القران بيروق لك الدنيا كده؟ بتصحصحي ازاي؟ انا على طول بصحصح. تاكلي مثلا؟ ممكن تاكلي تشربي؟ بناكل وانا ماشي. يعني فريح اختي بنقفوا مثلا في الريست هاوس نجيبوا اكل وناكله تفرش وناكل، ولما بتعمل لي سندوتشات حتى ناكل كاني قاعد على الطبليه. وانت سايقه؟ وانا سايقه. تبقي مركزه فايزه؟ اكيد. لان انا بصي انا ماسكه اهو وطريقي انتبه من طريق الاكل فريح منه اهوت. انا ما بنبصش للاكل ولا بناكل، انا بنمد ايدي نجيب. وصابرين بتساعدك. بنمد ايدي نجيب على طول. بمناسبه الاكل بقى بتعرفي تطبخي؟ بنعرف نطبخ كل حاجه. يا سلام. وبنغبس كمان قدام الفرن. انت شاطره كده كل حاجه فيها. انا شاطره الحمد لله. يعني امتى يجي لك مزاج الطبيخ كده تخشي المطبخ امتى؟ يعني انا كده في الاجازه. انت اجازتك ايه؟ اجازتي خميس وجمعه. تأجزي الخميس والجمعه مفيش شغل ولا حموله ولا نقل ولا حاجه؟ لا في ممكن يبقى في صيانه عربيه. ممكن صيانه بقى نغير زيت نغسل ونشحم وكده. وتخشي المطبخ بقى اجازتك خميس وجمعه. انا مثلا ممكن نعمل اكل في الفرن. اكل الله. الفلاحين اللي حضرتك. الفرن البلدي. فرن بلدي وغاز. نعمل اكل في الفرن ونخبز ونعمل مكرونه بشاميل ونعمل محشيات ونعمل كل حاجه. ايه ده ايه ده؟ اي والله صحيح. وتطبخي بقى للعيله ونطبخوا لاخواتك وكل حاجه. واولاد اخواتك عندكم عيال صغيره كتير في العيله؟ عندنا ما شاء الله بتاع 13 عيل صغير. اسم الله اسم الله. عيال اخواتي اللي متجوزين. كلهم طبعا بتتعاملي معاهم وانهم ولادك. اكيد طبعا طبعا واعز ولاد كمان. واعز. طب انا عرفت منك ان العربيه دي مانيوال. بالغيار. ايوه بالغيار مش اوتوماتيك. وانا ما اعرفش اسوق الا اوتوماتيك. ينفع اسوق عربيه زي دي؟ ينفع اسوق مانيوال؟ اعرف اتعلم؟ اكيد. هتعرفي تعلميني؟ تعالي وانا اعلمك. اجرب؟ على حسب شطارتك هبقى. انا مش شاطره خالص. انا بحس السواقه المانيوال دي للناس اللي لا 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 دماغها متكلفه. انا ما اعرفش اعمل حاجات. هعرفها على طول ان شاء الله باذن الله. بجد؟ ان شاء الله. طب تعالي نجرب. اكيد طبعا. يلا نجرب. زيدنا الشرف. يلا يلا تعالي. يلا بينا. ايوه كده. يلا. بتقفي كتير على الطريق ولا بتاخدي الطريق حته واحده؟ لا ان النقل بتاعتي حته واحده. حته واحده. طب ده ما تقفيش كتير. لا ما بنقفش كتير، ما بنقفش في مواقف عموما لان انا شغلي كله على التليفون. يعني تاخدي التوصيله وانا في المصنع. وانا في المصنع. انا عايز كذا نطلع عليه على طول. القعده هنا اريح. طبعا اريح من هنا. اريح من هنا اكيد. خليك عندك بقى. طب بقول لك علميني بقى انقل. طب انا اعلمك. قولي لي بقى الاول ازاي واجيب ورا ازاي والحاجات دي. طب ماشي. ما حضرتك هتدوس على الدبرياج عند حضرتك اهو. ايوه. فين الاول؟ اول واحد ده؟ ده تدوس عليه. ده الدبرياج. ماشي. هات ايد حضرتك كده اهو. هتاخد كده. دي المرشاليه. ده اللي يجيبني ورا. يرجعك ورا. يساره كده؟ العكس بتاعه الاول. الاول يجيبني قدام. هنا تجيبها كده؟ كده؟ عصلك البتاع ده. ده التاني. تاني. ورا منه تالت. حلو ده. ماشي. تموري تجيب. لا لا سواء. تجيبها يمين سنة الرابع. يا ست فايزة ده كده خامس. يا ده اخرها الخامس دي؟ اخرها الخامس. اخرها. طب استنى راجع معاكي. ماشي. ماشي. كده ما شاء الله. كده ورا. اللي قدامه على طول. الاول. اول. تاني. كده تاني. ورا منه على طول. تالت. كده ناحيتك. رابع. انا كده جبت الرابع. رابع. خامس. بس ما حلوه. طب حلوه جميله. مش قلت لك هتعرفي بسرعه؟ والله انت اللي شاطره. لا مش شاطره ولا حاجه. واعمل ايه بقى؟ افضل ادوس؟ لا دي كل غيار لازم تدوس على الدبرياج. ادوس على الدبرياج وارفع رجلي مع البنزين.
كل مره كل مره بعد كده ادوس بقى بنزين ادوس اجازه تشيل من هنا وادوس اجازه. انت مبطلها؟ هي مبطله. اه طب ماشي. الناس اللي واقفه ما انت ماشي من قدامنا بدوه. وتسوقي على كام؟ بتسوقي على كام عاده يعني؟ انا عاده العربيه وهي محمله غير وهي فاضيه. وهي محمله تسوقي على كام؟ وانا محمله يعني مثلا 70 80. يا ده انت بتطولي بقى. اه لازم ال 70 سرعه ما تزيدش عن كده. تزهقيش؟ لا هنزهق من ايه؟ شغلنا اكلك اكل عيش. آه. انت بقى ملاكي بقى بنبقى معديين كده. طب ده وهي فاضيه 70 80 وهي محمله وهي محمله 70 80 وهي فاضيه عاد مثلا 100 120. اه بس بتخافي طبعا من الرادار والحاجات دي فبتمشي. لا احنا سرعتنا اساسا المقرره في القانون 80. العربيه دي ايوه سرعتها 80 كيلو في الساعه. ايه اللي بيفرحك؟ ايه اكتر حاجه تسعدك؟ اللي بيفرحنا نكون نلاقي اهلي مبسوطين يا حبيبتي. اه بس دي الحاجه الوحيده اللي وخصوصا والدتي لان بحب ام جو. يا حبيبتي الله يديها الصحه. واختي الكبيره دي اسمها ايه؟ اختك الكبيره اسمها فكيه. الاسم الحلو. اختي تعتبر ام التانية. اه ام التانية فكيه دي. فاهم حاجه عندك اهم حاجه تسعدك؟ اه اخواتي. اخواتك ووالدتك. وولادهم ووالدتي وخلاص على كده. مفيش حاجه تانية. واكتر حاجه تشغل بالك ايه؟ تفكري فيها. اكتر حاجه تشغل بالي ان مثلا ان ما اوفيش بالتزاماتي. يعني مثلا لما حاجه تبقى مطلوبه مني او مسؤوله عنها وبتاع مش موفيها مش قادر نوفيها تبص تلاقيني يعني تلاقي فايزه اتحولت. اه يعني مش تمام. عايزه تبقى قد عايزه ابقى دايما بجد المسؤوليه على طول.